النهي عن التحلق يوم الجمعة جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. وقلنا أكثر من مرة بأن الأصل في النهي يكون للتحريم، وكان في الآداب أو في الأحكام، لأن هذا الأصل فيه، ولا دليل على التفريق ولا ضابط للتفريق أصلا. وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا النهي، هل هو عام التحلق يوم الجمعة مطلقة، أم أنه خاص بمساجد الجمعة، ولأن هذا يضايق الناس فيكون مقيدا في وقت حضورهم، أما المساجد العامة التي لا تقام فيها جمعة فالأظهر أن التحلق لا يمنع، أن التحلق لا يمنع. وأما الجوامع فالأظهر المنع مطلقا من دخول وقت الجمعة. وأيضا هنا خلاف آخر في المسألة، هل هو من فجر يوم الجمعة؟ هل معنى الناس يأتون إلى الصلاة إلى دخول الإمام، أو من دخول وقت الصلاة فيمنع التحلق؟ والحنابل يقول يدخل وقت الصلاة بارتفاع الشمس، والجمهور يقولون بما بعد الزوال. إذا قلنا أن العلة هي أذية المسارعين إلى الصلاة فإن المنع يكون في نفس اليوم مطلقا، لأن هذه ضايقة المسارعين إلى والمبكرين إلى المساجد، ولعل هذا أقرب من القول الآخر، لأن على القول الآخر يعني عند الجمهور أنه لا منع إلا فيما بعد الزوال، قد يكون المسجد امتلأ، فلعل العلة هي أن الناس يأتون مبكرين وهذا يضايقهم، وفي الوقت ذاته يكون في مسجد أخرى أن هذا يمنع من الاغتسال ومن التطيب ومن التهيؤ لنفس هذا اليوم، وقد تكون في علة أخرى لا نعلمها. المهم أن الحديث ثابت فنمنع من ذلك.